هذا الشيء حرفيا، وغادي ترجعوا عندي وغادي تقولوا لي سناء الله يرحم ليك الوالدين، اللي خاصنا نديروها الكرش ديالنا باش تحيد لينا وفي نفس الوقت ما نضعفوش من المناطق الاخرى. صباح النار الغزالات، وصباح النار خوتي وخواتاتي. قبل ما نبدا خوتي وخواتاتي، ما تنساوش اللايك للفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الزر الاحمر وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اولا البنات، كيف ما شفتوا اول حاجه خاصنا نديروها في الصباح ديالنا قبل ما نبداو حتى شي حاجه هو نشربوا هذا المشروب الخطير 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 بمعنى الكلمه. المشروب هذا هي كانت هضرات لي عليه واحد الاخت، قالت لي هذا مشروب سمته مشروب ناسف دهون البطن. غادي ناخذ كاس ديالنا اللي غادي يكون من الحجم الكبير، وغادي ناخذ الماء يكون كيف ما شفتوا دافي مزيان، وغادي نوضعوا فيه هاد اول حاجه اللي هو الشاي الاخضر. هذا البنات ضروري خاصو يكون متوفر عندكم في المنزل ديالكم، لانه هو تقريبا عنده نسبه ديال 50% ديال اللي كي يحيد لنا وكي يساعدنا في إزالة الشحوم ديال البطن. رائع البنات، رائع 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 بمعنى الكلمة هاد الشاي الأخضر. وغادي نضيفو عليه القرفة، هانتوما هادي القرفة عواد، غادي نقول لكم تقريبا ضفت واحد الخمسة ديال القرفة عواد. وهنايا البنات عندي الزنجبيل طري، ما عندكمش الزنجبيل طري وضعوا ملعقة صغيرة ديال الزنجبيل اللي كنطيبو يعني كنطبخو به في المطبخ ديالنا. انا غادي نحكو، وهنايا غادي ندير قطرات ديال الحامض او اللي هو الليمون، فهمتوا معايا؟ صافي هنايا غادي نمزجوا العناصر مع بعضها. صافي هنا خوتي كيف ما شفتوا بدلت عليا قبيله فاش حضرت معكم هذا المشروب، هذا كنت غير باللباس ديال المنزل، ولكن الرياضه خاصها لباس خاص. ودابا كيف ما شفتوا المشروب ديالنا غادي نشربو، عاد غادي نطلع للسطح باش نديرو شويه ديال الحركات الرياضيه. بسم الله، مشروب البنات رائع بمعنى الكلمة. حتى البنة ديالو عادي مزيان زوين، شحوم ديال البطن غادي تحيد نهائيا. يلا نمشيو الحركات الرياضية، يلا سبورتيف ختكم، ها هي سبورتيف. اليوم طلعتكم هنايا لسطح الشميشة باش نهضر معاكم شويه وباش نوريكم الحركات الرياضيه اللي خاصكم ديروا، واللي بزاف ديال الخواتاتي اللي دخلوا عندي وقالوا لي سناء عافاك قولي لنا الحركات الرياضيه اللي خاصنا نديروها الكرش ديالنا باش تحيد لينا وفي نفس الوقت ما نضعفوش من المناطق الاخرى. ما طلعت معايا هاد الطبيه هذه باش ندير هاد الحركات الرياضيه اللي انا كندير في الدار، ولكن اليوم قلت غادي نطلعكم للسطح باش يعني في نفس الوقت نتشمشوا وفي نفس الوقت تحسوا بالحركات الرياضيه انها تعطيكم واحد القوه وتعطيكم واحد الطاقه ايجابيه باش تنوضوا وتقعدوا وتنوضوا من الفراغ. الحاجه غادي نبداو بها خوتي وخواتاتي هي التسخينات. علاش هذا الشيء كامل اللي غادي نديروه اليوم او غادي نطبقوه اليوم في هذه الحركات ما غاديش يدي منا حتى ربع ساعه، اللي هو خاصكم ديروه في الصباح فاش تفيقوا من النعاس. يلا كيف ما قلت لكم حاليا خاصنا نديرو تسخينات باش فاش نديرو دوك الحركات ما يتقطعش فينا اللحم. شوية 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 شوية
داكشي ما كياخذش منكم بزاف ديال الوقت. تجبدوا البنات حتى هذا القط هذا يتجبد لكم مزيان، كذلك هذا القط هذا. انا كنعطيكم الحركات الرياضيه اللي كندير انا، اللي كيديروها يعني مختصين وخبراء في هذا المجال هذا. البنات غادي ندير الحركات كيف ما شفتوا، درت معكم الحركات ديال التسخينات اللي ضروريه، والا طبقتوا البنات هذا الشيء اللي كاين في هذا لا فيديو وطبقتوا هذه المراحل بالحرف اللي كاينه في هذا لا فيديو، قسما بالله الى في اسبوع غادي تشوفي النتيجه بعينك. البنات كيف ما شفتوا انا غادي نخلي لكم هنايا بعض الحركات الرياضيه اللي خاصكم ديروا على البطن ديالكم، لانني انا حاليا ما نقدرش يعني نحني ونوريكم هذيك الحركات، انا غادي نطبقها ولكن غادي نخليها لكم هنايا تشوفوها. كاينين ثلاثه ديال الحركات الرياضيين اللي خاصكم تطبقوها البطن ديالكم وغادي تنفعكم بمعنى الكلمه. اول حاجه كاينه هي اللي كنتكاو على الظهر ديالنا وكنهزوا الرجل ديالنا او الركبه ديالنا حتى كنوصلوها للبطن، كنحسوا بالبطن ديالنا كتجمع وكتقصح وكتكنزز وكتولي من لهنايا، يعني نضربوها بحال هكا وما نحسوش بها، مرخيه، كنحسوا بها قاصحه ومكنزه. اوكي، الحركه ديال الجنب اللي تكونوا ناعسين هكا، انا غنحطها لكم هنا، تكونوا ناعسين على الجنب ديالنا وكنوليو نهزو ونهبطو، نهزو رجلينا ونهبطو، نهزو يدينا ونهبطو، حتى كنحسو بهاد البطن ديالنا كتجمع وقاصحه وكضرنا، تما كنحسو اننا كنخدمو البطن ديالنا مزيان. وكذلك كاين المرحله الثالثه اللي هي كنعسو على البطن على الظهر ديالنا وكنطلقو رجلينا للامام وكننوضو، حتى كنقيسو يدينا كيقيسو الاصابع ديال الارجل ديالنا 10 ديال المرات. هنا اخوتي كيسالي لا فيديو ديالنا، كنتمنى تقنيات او هذا المشروب يطبقوه وغتبقوا هذا الشيء حرفيا، طبقوا هذا الشيء حرفيا وغادي ترجعوا عندي وغادي تقولوا لي سناء الله يرحم ليك الوالدين. يلا اخوتي هنا كيسالي لا فيديو ديالنا، وتهلاو ليا فراسكم الى الفيديو القادم باذن الله. مع السلامه.